مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات الراصد لهذا اليوم، فيها العديد من الموضوعات والعديد أيضا من التقارير. لكن قبل أبدأ حلقة الليلة نروح لأبرز عناوينها ثم راجعين من الثاني. أهالي المغتربين في بريطانيا يناشدون بوقف قرار إغلاق المدارس السعودية بالخارج، وهيئة الطائف توقف أمسية شعرية ينظمها أدبي الطائف بحجة الاختلاط. ساعد يجند أكثر من 29 فريق تطوعي لحصر الأضرار الناجمة عن الأمطار في جدة. بتشوفون معنا أيضا في حلقة الليلة منع أولياء الأمور الذين تتجاوز القروض على رواتبهم 30% من تسجيل أبنائهم في المدارس الأهلية. أم مشاري أرملة تتنازل عن راتب الضمان بعد نجاح مشروعها الخاص للأسر المنتجة. الراصد يستطلع الآراء، هل السعوديين يفضلون طبخ أمهاتهم أو زوجاتهم ولماذا؟ بعد قرار الملحقية الثقافية إغلاق المدارس السعودية في المملكة المتحدة وإيرلندا، المراكز التعليمية المعنية والطلاب وفي التعليم الأهلي أو أقصد الأهالي أيضا يناشدون الجهات المسؤولة وقف القرار الذي يرون أنه سيسلب منهم حق تعلم اللغة العربية والقرآن الكريم، وسوف يقطع حلقة الوصل والانتماء التي يتمتع بترسيخها أطفالهم في غربتهم. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي، راجعين ثاني. التقدم العلمي في المملكة المتحدة قد يكون سبباً في التخلف أو التراجع الأكاديمي في أرض الوطن. هذا التناقض بات كابوساً يراه السعوديون في غربتهم منذ أن أعلن عن قرار إغلاق المدارس السعودية في المملكة المتحدة وإيرلندا، قرار خلق جدلاً واسعاً مع رفض واستياء المعنيين من المبتعثين والطلبة وأولياء الأمور. القرار هذا يعني بيظلم أبنائنا الطلاب، بحيث أنه هؤلاء الطلاب يحتاجون إلى الدعم والرعاية مننا، بحيث أنه يكونوا متابعين للمنهج السعودي، فإذا رجعوا إلى الوطن بإذن الله يكونوا على قدرة عالية من الاندماج في هذا المقررات الدراسية. إذا ما صح خبر إيقاف الدعم عن هذه المدارس فستكون هناك إشكالية سنعاني منها عند عودتنا إلى أرض الوطن. فأبناؤنا، أنا أعتبر أن المدارس السعودية هي شعرة معاوية، من خلالها نستطيع أن نجعل أبناءنا الطلاب على صلة بالمناهج السعودية، على صلة بعلوم القرآن باللغة العربية. ويرى المعنيون بأن قرار إغلاق مدارس أندية الطلبة السعوديين في المملكة المتحدة وإيرلندا سيكون له أثر سلبي كبير على حياتهم وتقدمهم الأكاديمي بلغتهم الأم العربية، حيث يرى فيها هؤلاء حلقة وصل بينهم وبين الوطن ووسيلة لكسب مهارة القراءة والكتابة بالعربية ومتابعة نظام المنهج المحلي حتى لا يتخلف الطالب السعودي لدى عودته عن أقرانه الطلاب. وتعتبر فئة المبتعثين المتزوجين هم الأكثر ضرراً من هذه التجربة، فهم يخشون أن يكون تطورهم العلمي والأكاديمي هنا في بريطانيا على حساب أبنائهم الذين سيحرمون من دراسة العربية والقرآن بإتقان في حال تم إغلاق هذه المدارس. المراكز التعليمية أو المدارس السعودية لها أهمية كبيرة بالنسبة للمبتعثين، ويحرص أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في هذه المدارس السعودية لغرس المبادئ الإسلامية النبيلة وإثراء حصيلتهم اللغوية وتأكيد الهوية الوطنية من خلال ارتباط الطالب بهذه المدرسة التي تعتبر جزء من وطننا الغالي، وبالإضافة إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين أبناء الطلبة السعوديين. ستعرف أكتب قراءتي مستواها عالية جداً، وأتمنى أن الدراسة في المدرسة العربية السعودية تستمر وما تتوقف.
وتمارس المدرسة السعودية في نيوكاسل وغيرها من المراكز التعليمية للأندية السعودية في المملكة المتحدة وإيرلندا دورا مهما في تربية النشء في الخارج من خلال تعليمهم مبادئ اللغة العربية والقرآن الكريم. وقد أطلق المبتعثون حملة تحت اسم السعوديين في بريطانيا نداء من خلال حسابات التواصل الاجتماعي لوقف هذا القرار، ولاقى النداء الذي يحث على رفض القرار شعبية كبيرة تعدت 80%. للمراكز التعليمية السعودية أهمية كبيرة ليس فقط لدورها في تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم، بل أيضا لتعزيز هوية وطنية ترسخ مفاهيم الانتماء لدى الأطفال، أمر جعل من هذه المدارس حق تحاول الجالية السعودية الحفاظ عليه. من أمام المدرسة السعودية في نيوكاسل لبرنامج الراصد ريم الرخاوي. شكرا يا ريم. ينضم لي من نيوكاسل الأستاذ تميم العنقري مدير المدرسة السعودية سابقا في نيوكاسل ورئيس مجلس الآباء حاليا. أهلا أستاذ تميم. حياك الله أستاذ عبد الله، حياك الله. عشان بس نكون عادلين، احنا حاولنا التواصل مع الملحقية الملحق الثقافي ولا رد علينا ولا أظنه بيرد، وفي بريطانيا تكلم عنه، وأيضا كلمنا عيسى الرميح مدير المدارس السعودية بالخارج يقولنا ما أقدر أتداخل. فعشان بس ما نكون ظلمنا أحد، فهذا إحنا الباب له مفتوح أي وقت. لكن ودي أسألك أستاذ تميم عن أهمية المدارس السعودية في الخارج، سواء للمبتعثين أو اللي يعملون في السفارة أو القنصلية أو الملحقية. حياك الله في البداية أخوي عبد الله، الله شاكر لك هالبرنامج الرائع، عسى الله عز وجل أن لا يحرمك الأجر. لا أخفيك حقيقة بكل ما تعني هذه الكلمة، أهمية المراكز التعليمية بالنسبة لنا كمبتعثين ولأبنائنا هي مثل أهمية المدارس في السعودية للطلبة ولأولياء الأمور. يعني تخيل أن أحد المدارس تم إغلاقها في أحد مدن المملكة، ماذا تتوقع ردة الفعل من أولياء الأمور ومن الطلاب؟ هكذا الآن الذي يحصل عندنا في بريطانيا، فجأة أغلقت هذه المدارس بدون أي إشعار سابق. تواصلنا حقيقة مع الملحقية الثقافية، اجتمعنا مع الملحق الثقافي، كان جدا أكثر من رائع في النقاش، لكن ما أي ردة فعل حقيقة، سواء من الملحق الثقافي أو من مندوب وزارة التربية والتعليم سابقا اللي هو مندوب وزارة التعليم الآن في الملحقية. ما في أي ردود حقيقة، هل المدارس تستمر؟ هل ستغلق؟ ما جاءنا إلى الآن أي إشعار بهذا الشأن بقضية المدارس. أخوي تميم، هي الآن مغلقة؟ هي طبعا مغلقة الآن، بعض المدن تم افتتاح المدارس فيها برغبة من أولياء الأمور وعلى حسابهم الشخصي، فاجتمع أولياء الأمور واتفقوا أن تفتح هذه المدارس بدعم شخصي منهم حتى يردهم قرار إما بالمنع أو بالاستمرار على حساب الملحقية. لكن مثلا أضرب لك مثال، الآن عندنا في نيوكاسل لنا تقريبا 10 أسابيع ولله الحمد بادين في المدرسة، لأننا نرى ضرورة أهمية افتتاح هذه المدرسة في أقرب فرصة. فنحن الآن كل يوم سبت ندرس أبنائنا من الساعة 9:30 إلى الساعة 3:30، ندرسهم اللغة العربية والتربية الإسلامية، وتقام فيها صلاة الظهر وصلاة العصر جماعة بهؤلاء الأطفال. الله يعينكم. طيب يعني أنتم جلستوا مع الملحقية، يعني أبي أخذ رد واحد، أنت جالس مع الملحقية قالوا لك إيش؟ طبعا فيه وفد من أولياء الأمور ذهبوا إلى الملحقية، ما كنت معهم للأسف، فجلسوا مع الملحق الثقافي بقضية أهمية المراكز التعليمية. طبعا للأسف دائما الملحقية يعني ترد السبب إلى وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم الآن تقول نعم، تقول أن السبب في الإيقاف هي الوزارة. طبعا تواصلنا مع الإخوة في الوزارة، قالوا هذه نشاط من أنشطة الأندية السعودية ببريطانيا، فيفترض أن يكون الدعم من الملحقية. حقيقة لا أخفيك يعني هناك حجج في أسباب الإيقاف، أنا أوجزها لك سريعا. يعني يعني من حجج الملحقية عدم وجود بند مالي مخصص في الملحقية للمراكز التعليمية، وبالتالي أصبحت المراكز التعليمية تعتبر عبء مالي على الملحقية. لكن الرد على مثل هذه، فالمراكز التعليمية حقيقة أخوي عبد الله لا تقل أهمية عن بقية الأنشطة التي تدعمها الآن الملحقية. الملحقية تدعم الأنشطة الاجتماعية،
تدعم الأنشطة الرياضية. هذا أهم منها. هذه نشاط من أنشطة ثقافية يعني اللي يفترض أن يكون. لا مو يعني مو نشاط ثقافي أخوي تميم، هذا مو نشاط ثقافي، هذا نشاط يجب أن يكون موجود، هذا هوية العيالنا، هوية دينية، هوية أيضا لهم في بلدهم، أنهم يعودون يرجعون يدرسون في نفس المدارس. أبغاك تقول لي انعكاس هذا القرار وهذا الإغلاق على عيالنا عندكم بعدين مستقبلا، لو قلنا أنت كنت مدير مدرسة في يوم من الأيام، انعكاس مثل هذا القرار على عيالنا مستقبلا. طبعا المخاطر اللي ممكن تصير، أول شيء أبنائنا لن يتكلمون اللغة العربية البتة، لأن الآن نعاني نحن من أبنائنا الآن في البيوت أنهم يتكلمون اللغة الإنجليزية، وبالتالي أصبحت المدارس يعني تعتبر عندنا كمصدر للتعلم. الآن الملحقية تقول أن الشهادات المدارس الإنجليزية معترف بها، يعني كأنها تقول لماذا تتوجهون للمدارس السعودية، خلاص تكفيكم المدارس الإنجليزية وخلاص معهم حقهم. لكن لكن للأسف يعني هم ما شعروا بالخطورة حقيقة، الأبناء لما يجلسون سنوات هنا يفتقدون حتى الهوية الإسلامية، الهوية هويتهم الثقافية، هويتهم الدينية، كل هذه سوف يفتقدونها من خلال المراكز التعليمية ومدارس السعودية، هذه يجدون فيها شيء الكبير. كذلك ما أدري الفكرة العظيمة هذه اللي هم الآن قاعدين يسعون لها، إنه يعني تغلق أغلب المدارس السعودية هناك، ما أدري مين من 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 اللي وراها من في الملحقية، ولا لو هم جادين وصادقين في هالقرار إنه بيفيد كان طلعوا معنا وتكلموا وردوا عليكم. طبعًا هي تعتبر لهم عبء إداري للأسف. أيه. للأسف يعني اللي يتم ندبهم أو يعني يكونون مسؤولين عن هالمراكز التعليمية من خلال السنوات الماضية، هم يكونون حقيقة إما مرافقين لزوجاتهم. صحيح. أو مرافقين لبناتهم، وبالتالي هو مشغول أصلاً بشغله الخاص يعني، وبالتالي فاقد الشيء لا يعطيه في تصوري. أنا أطالب حقيقة وزارة التعليم بأن ترسل ناس متخصصين، ناس متفرغين للمدارس السعودية. صحيح. يعني الآن هم يقولون ما تسوي شيء. نعم. لأبنائنا صحيح، أنا أقول ما تسوي شيء. نعم. لكن لماذا لا يزاد عدد الأيام؟ الحمد لله دولتنا بخير تدعم التعليم، يعني من انعكاسات هذه ان عندنا. نعم. مدرسه، احد المدارس اللي تدرس المنهج الشيعي فتحت مدرسه بجانب مدرستنا الان. مجموعه من الطلاب للاسف يعني اللي كانوا من جاليات اخرى. طيب. يرغبون في تعلم. احنا يعني بصراحه انا اقول وزاره التعليم يجب انها تكون موجوده يعني معكم، يعني تجي تحاول انها تسد اي ثغره موجوده. أخوي تميم العنقري كل أمل أنه يتم هالموضوع، مدير مدرسة السعودية في نيوكاسل سابقا ورئيس مجلس الآباء حاليا، شكرا لك ويعطيك العافية. حاولت فرقة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطائف إيقاف فعاليات أمسية شعرية أقيمت في مقر النادي الطائف الأدبي الثقافي بحي الفيصلية، وبدت القضية منذ إعلان النادي عن أمسية شعرية يحييها كل من الشاعرين أمين العصري وهدى الدغفق، حيث قام النادي بوضع عدد من اللافتات للدعوة وللتعريف بالأمسية في الشوارع لتتلقى الإدارة اتصالات تطالب بإيقافها بحجة الاختلاط، الأمر اللي نفت إدارة النادي واللي أكدت أن هذه الفعالية تقام كغيرها من فعاليات النادي المعتادة، حيث توجد قاعة للرجال مستقلة تماماً وبعيدة عن قاعة النساء التي ترتبط بمدخل مستقل ويربط بينهما دائرة إذاعية صوتية فقط. حول هذا الموضوع ينضم لي من الطائف رئيس النادي الأدبي الأستاذ عطالله الجعيد. أهلاً أستاذ عطالله. حياك الله أستاذ عبد الله، وأرحب فيك والأخوة والأخوات مشاهدي قناة الإخبارية. حياك الله أخوي عطا الله. الأمسية اللي عندكم في الـ في الـ في النادي تمت الموافقات عليها من الجهات المختصة ولا لا؟ اسمح لي أخي عبد الله في البدء أن أتحدث عن نادي الطائف الأدبي الثقافي باعتباره
جهة ثقافية يتبع وزارة الثقافة والإعلام. صحيح. ويمارس نشاطه الثقافي المعتاد وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها وكذلك وفق الضوابط الشرعية. هذه الأمسية الشعرية جاءت ضمن برامج النادي، ضمن البرنامج العام الذي يقام بشكل مستمر، وهي أمسية تمت الموافقة عليها وعلى من سيشارك في هذه الأمسية. ممتاز. ولا يمكن أن يقوم النادي بأي نشاط ثقافي ما لم تكن هناك موافقات من الجهات المختصة. طيب أخوي عطلة، وش اللي مزعل أخويانا في الهيئة؟ وش مزعلهم يعني؟ ليش؟ والله أخوي عبد الله، أنا حقيقة كنت أتمنى أن يكون معنا في هذا اللقاء أحد ممثلي هيئة الأمر بالمعروف والمنكر. ما يوافقوني، ما يوافقوني حتى لا ننفس الناس أشياءهم في الحديث. لا لا إن شاء الله ما في زعل. أولا اسمح لي أخوي عبد الله، نحن في جهتين لا شك أننا نعمل وفق منظومة تكاملية في مصلحة هذا البلد الكبير. طيب أستاذ عطلة، خلينا نصير شوي عمليين. لا شك أن خلينا جهاز نصير الهيئة جهاز. عطلة خلينا نصير شوي عمليين، قولي اللي صار باختصار. إيش سووا الهيئة معاكم في النادي بس؟ والله أنا لا أخفيك أخي عبد الله أن شرارة هذا الموضوع انطلقت عبر تغريدة لحساب محتسب الطائف، وهو بعيد عن الاحتساب للأسف الشديد، أكد فيها أن الأمسية مختلطة، وطالب من خلال هذه التغريدة الإنكار وما شابه هذا الكلام. لا أخفيك أن التغريدة توسعت بشكل كبير، حتى أنني تلقيت اتصالات كثيرة ليس فقط في الطائف وإنما كافة مناطق المملكة، ورسائل عبر الجوال، الكل يريد إيقاف هذه الأمسية. وهذه هي الإشكالية الثقافية الفكرية التي كنا نتمنى أن يبتعد كل إنسان عن أي معلومة تأتيه. طيب. دون التثبت ودون التأكد. الغريب في الأمر أن الهيئة استجابت لهذا التصرف، ومما ضايق إدارة النادي لا أخفيك أخي عبد الله أنني اكتشفت أن الهيئة خاطبت محافظة الطائف عن ذلك، وهذه للأسف ليست المرة الأولى، إنما هي مرة متكررة. في المرة الأولى حقيقة بحكم أن النادي هو منبر حواري، منبر ثقافي، لا يمكن أن يحجب أي رأي، والنادي يفتح أبوابه لكافة الأطياف. حقيقة لم نتعامل بشكل رسمي في المرة الأولى على اعتبار أننا أبدينا حسن الظن، ولكن للأسف الشديد عندما تكررت للمرة الثانية لابد أن يتخذ النادي إجراء. طيب. رسميا. وأكثر ما ضايق النادي لا أخفيك للأسف الشديد التصرف اللا إنساني الذي قام به أعضاء الهيئة مع المسؤول الإداري بالنادي. أي. الشاعر والأديب الأستاذ أحمد الهلالي. أي. الذي كان في نقاش معهم حول تصرف الهيئة، وأنهم لا يحق لهم أن يدخلوا النادي بهذه الطريقة. وللأسف الشديد كانت هناك مطاردة، كانت في منظر مؤسف، كنا نتمنى أن يبتعد أعضاء الهيئة عن مثل هذه التصرفات. يعني تحولت مطاردة من أمسية إلى مطاردة. والشعراء أخي عبد الله. إيه؟ نعم، أنا كل هذا حدث أمامنا للأسف الشديد، وهناك جهات أخرى وثقت كل ما حدث، وتم مخاطبة الجهات الرسمية وفق الحين. وش مسوي عشان يطاردونه؟ وش الجريمة اللي سواها؟ صوتا وصورة. إيش الجريمة اللي سواها عشان هو يطارد؟ كل
هو للأسف الشديد يعني فتح معهم نقاشا بأسلوب حضاري، تحدث أنه لا يحق لهم الدخول في منظر مستفز بأجهزة اللاسلكي، وكانت الأجهزة تنقل ما يدور بينهم في غرفة العمليات في مقر النادي، حتى أن للأسف الشديد كانت البطاقات المعلقة على صدورهم مقلوبة، وربما الصور التي انتشرت اليوم تثبت ذلك. الصور البطاقات لم تكن واضحة للأخوة في النادي أو غيرهم، ونحن حقيقة نتمنى أن هذه التصرفات الفردية ألا تؤثر على جهاز الهيئة، هذا الجهاز الذي يعمل وفق لوائح وأنظمة موجودة في البلد، ألا تؤثر تصرفات فردية. وأخي عبد الله، الأخوة في مركز هيئة الشرقية كنا نتمنى أن يعني يكون التصرف غير ذلك، خاصة وأنهم جاوروا النادي، فكان من المفروض حق الجوار عليهم أن يقوموا بالاتصال بنادي الطائف الأدبي قبل أن يأتوا لزيارة أو عندما وصلت إليهم أي معلومة. النادي يفتح أبوابه ورسائل الاتصال موجودة. والله نتمنى وأنا لا أخفيك أخي عبد الله، أنا وأعتقد الزملاء في النادي الأدبي لا يمكن أن نفتح باب عداء لأي جهة أخرى، نحن في نادي الطائف الأدبي وهي جهة ثقافية، معول علينا أن ندفع بالحوار إلى المقدمة، معول علينا أن نقود الفكر التنويري بشكل وسطي وفق سياسة الدولة وفق أنظمة الدولة، ولذلك لا يمكن أن نكون أي عداء لأي إنسان كان سواء في جهاز الهيئة أو يختلف معنا في الرأي إطلاقا. إذا النادي الأدبي يفتح أبوابه للجميع، مرحبا بكل من يأتي لزيارة النادي وفق النظام وفق الإجراءات المعدة، ولكن اسمح لي أنا خليني بس أقول لك أنا شو اللي في البال الآن. يعني هل الهيئة يحق لها الدخول إلى جهات حكومية أخرى والإنكار عليهم وهم ماخذين كل يعني كل الموافقات الرسمية والتصاريح لأي فعالية؟ هذا سؤال يجب أن تجيب عليه الهيئة، ولا يزعلون منا ويدخلون على تويتر ويرسلون رسائل على الجوال وما أدري وشو. أنتوا الآن يعني مو كل واحد يجي ينطلي ويقول يلا شوفوا هنا في اختلاط روحوا، يعني مو معقول، لأنه هذا النادي الأدبي إذا كان في إجراء خطأ بيتحمله مدير النادي الأدبي وبيعاقب من قبل الوزارة اللي هو تابع لها. يعني أنتوا يا الهيئة ما يحق لكم تدخلون بكرة الشرطة وتقولون يمكن في اختلاط لأنه في حرمة جاية تشتكي لموضوع معين وجاية مع جالسة مع ضابط، هذا مو هو بكيفكم، عشان نكون إيش يعني شوي عمليين. هو أخي عبد الله أنا بس بسأل سؤال أخير، بس إذا تسمح لي عطا الله، هل ستستمرون في مثل هذه الفعاليات؟ طبعا لا شك أن البرنامج الثقافي المعتمد سوف يستمر بآليته المعتمدة والموجودة وفق البرنامج العام، ولكن أنا أريد أن أتحدث إذا سمحت فقط عن هذه الأمسية التي شهدت حضورا كبيرا فاق 130 شخص ما بين رجال ونساء لشاعر شاب من أبناء الطائف لأول مرة يصعد على منبر النادي ليشارك في إلقاء قصائده الأستاذ أمين العصري، وكذلك الشاعر الأستاذ هدى الدغفق، وكان يعني افتتح الشعراء قصائدهم بقصائد وطنية تنبذ العنف تنبذ الإرهاب تؤكد على اللحمة الوطنية. وأخيرا أستاذ عبد الله، أنا أؤكد على أن الزميل الأديب والشاعر الأستاذ أحمد الهلالي الذي تعرض للتصرف الغير إنساني من قبل الأخوة في الهيئة، قام النادي بعمل محاضر رسمية وتم تزويد معالي محافظ الطائف والوزارة لرد الاعتبار ولأخذ من حق هذا النادي، وهذا أقل وكما تعلم يبدو
يبدو أن الشعراء يا أخي عبد الله الشعراء لديهم الحس المرهف ولم يصطدموا بمثل هذه المواقف، وإن شاء الله نتمنى ألا تتكرر في المستقبل القريب، خاصة في منشأة ثقافية تهتم بالأدب والثقافة. أتمنى ذلك. أستاذ عطالله الجعيد رئيس النادي الأدبي في الطائف، شكرا لك ويعطيك العافية، ولا يزعلون الهيئة الحين، يلا ردوا عليهم. طيب، كشف مصدر مسؤول في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سما عن توقيع الشركة اتفاقية مع 25 مدرسة أهلية كبرى على مستوى المملكة لتنظيم عملية سداد أقساط المدارس. وقال المصدر أن سما لا تمانع بانضمام مدارس أخرى إلى قائمة المدارس الأهلية المنضمة للشركة، واللي تهدف إلى حماية المدارس من تعثر بعض أولياء أمور الطلاب في سداد الأقساط المدرسية. وفي جريدة الرياض قال المصدر أن نظام سما سيقدم المشورة إلى المدارس الأهلية للملاءة المالية لكل ولي أمر للطلاب بخصوص كفاية الراتب لتسديد الأقساط وعدم كفايته، وبالتالي سيتم منع أولياء أمور الطلاب الذين تتجاوز القروض على رواتبهم 30% من تسجيل أبنائهم في المدارس الأهلية. طيب، الخبر هذا جدا جميل، وأنه الطلاب يدرسون في مدارس أهلية ويكون ملاءة آبائهم مميزة، هذا شيء جيد، لكن من يحمي الآباء من ارتفاع أسعار المدارس الأهلية المبالغ فيها؟ إذا أنتم تدافعون عن حقكم للمدارس الأهلية، أيضا الآباء يجب أن تدافع عنهم وزارة التعليم تدافع عن الآباء هذول، لأنهم أتصور أنهم يستحقون أن ندافع عنهم، خصوصا التعليم الأهلي اللي في وزارة التعليم. خلونا نروح فاصل ونرجع من ثاني. الفيديو الإخبارية يأتيكم في الأوقات التالية. طيب، اللي بيزعلون على موضوع الهيئة، ترى المجال مفتوح للهيئة في أي وقت، يجون يردون على الأستاذ عطالله ويردون علي شخصيا، بلاش تويتر، خشوا هنا، تعالوا هنا، أنا ناديكم دائما أقول لكم تعالوا الاستوديو ترفضون، هذا الاستوديو مفتوح لكم، أنتم جهة زي أي جهة حكومية أخرى، وأوعدكم أنه بكرة أجل أي قضية موجودة عندنا وتشرفوني من رئيس الهيئة إلى أقل واحد، هم يشوفون أنه هو يقدر يمثلهم، إحنا نرحب فيهم. طيب، وهم يعرفون رقمي بالمناسبة، يعني ما شاء الله عليهم ما يقصرون. في بادرة إنسانية سار عدد من شباب وفتيات جدة للتسجيل في بوابة ساعد للأعمال التطوعية اللي تشرف عليها جمعية مراكز الأحياء بالمحافظة، وذلك لتقديم يد العون للمتضررين جراء الأمطار التي هطلت على جدة. وبدأ مركز ساعد بتشكيل غرفة عمليات موحدة للتواصل مع الجهات المختصة في المحافظة كالدفاع المدني والهلال الأحمر والمرور وقيادة وتوجيه المتطوعين وتوزيعهم حسب الاحتياج الميداني، حيث تم الانطلاق صباحا بجاهزية 29 فريق تطوعي قاموا بزيارة الأحياء المتضررة لتقديم خدمات لمساعدة وحصر الأضرار التي لحقت ببعض المباني خاصة في الأحياء الشعبية جراء الأمطار. للحديث عن هذا الموضوع ينضم لي من جدة الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء المهندس حسن الزهراني. أهلا مهندس حسن.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات المستمعين والمشاهدين. يعطيك وشكرا لك، أنا استمتعت جدا بالحلقات السابقة. يا سيدي كويس أنك ضيفنا اليوم، يعني تشرفنا بوجودك. ودي تعطيني عدد الأحياء المتضررة. الله يحفظك. الله يكرمك. عدد الأحياء المتضررة وأيضا المستفيدة من خدماتكم، وأيضا كم عدد المتطوعين من 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 رجال ونساء؟ هو الله يحفظك يحفظ الجميع. هذه الجمعية أنشئت من زمن الأمير عبد المجيد الله يرحمه، وانتقلت فكرتها من المدينة المنورة إلى منطقة مكة المكرمة. وهذه الجمعية جمعية اجتماعية كما تعلم ويعلم الجميع، تهتم بقضايا المجتمع. ولهذا حين حدثت سيول جدة الأولى دخلت الجمعية واعتبرت نفسها جزء من هذا المجتمع لا شك. وحتى وإن كنا لسنا جهة إغاثية، لكن ما دام عندنا سيل ومدينتنا تعرضت لهذا السيل، فلا بد أن نكون جميعا وحدة واحدة نعمل ونتكامل لخدمة هذا المجتمع. والله ونعم. فالآن لما حدث السيل والحمد لله كان أخف كثيرا بفضل الله من السابق، تداعت الجمعية وأنشأت غرفة العمليات كما ذكرت يا أخي الكريم عبد الله، وبدأت الحمد لله تنسق مع الجهات التطوعية. عندنا 29 كما ذكرت 29 فريق عمل موجودة في الأحياء، لأن الجمعية فيها 30 مركز حي رجالي ونسائي منتشرة في المحافظة. والجمعية بفضل الله تصل يعني إلى في هذه الأحياء إلى ساكني الحي وتفعل أدوارهم. والهدف ببساطة أنه كل ساكن حي عنده طاقات وإمكانات نحتاج يستفيد منها للحي اللي هو ساكن فيه. صحيح. أحيانا بعضهم تجد عنده قدرات وإمكانات يمكن حتى برا البلد، لكن يمكن ما يعرف أحيانا بعض الجيران المحيطين فيه. ولهذا الجمعية عندما عفوا حتى أعود للموضوع انتبهت لهذا الموضوع، وبدأت الحمد لله من خلال وجودها في الأحياء بتفعيل فرق العمل التطوعي الموجودة أصلا. يعني لم ننشئ هذه الفرق، إنما موجودة في المراكز. وقام الحمد لله عدد منهم بواجبهم الطبيعي الذي ينبغي أن يكون في مثل هذه الأحداث. طيب. أما قضية عدد الأحياء المتضررة فأنا أتكلم عفوا عن مراكز أحياء موجودة في بعض الأحياء. ما أستطيع أن أتحدث عن جدة كلها. طيب. لأنه هذا في جهة معنية مسؤولة عن هذا، لكن أتحدث عن عندنا إحنا مثلا في الصفا في مركز حي كيلو 14 من المناطق المتضررة، وفيها مركز حي فاعل، أيضا السامر وأيضا النسيم. هذه الأربعة مراكز أحياء تفاعلت، ويعني كان عندنا أحيانا فرق موجودة في بعض الأحياء الحمد لله ما فيها ضرر، انتقلت إلى مثلا كيلو 14 أصبح عندها 6 فرق ما شاء الله متطوعة من مراكز الأحياء جاءت لتدعم الجميع الحمد لله وتشارك في خدمة هذا المجتمع المبارك. بالطبع أن الشباب والبنات اللي مشاركين معاكم ما قاعدين يأخذون أي مقابل عملهم هذا، لا ابتغاء الأجر يعني جراء العمل اللي يقومون فيه. طبعا لا شك، وهم أيضا يستشعرون دورهم تجاه هذا الوطن الغالي علينا جميعا. الله إذا ما قمنا بأدوارنا في مثل هذه الظروف متى يقوم الإنسان بدوره؟ جزاهم الله خير. طيب إيش الأشياء اللي تنقصكم أنتم في الجمعية عشان نكون إحنا يعني تكون الجمعية فاعلة أكثر في جدة وأيضا تكون في مناطق أخرى؟ هي الجمعية أخي الكريم عبد الله على مستوى منطقة مكة المكرمة. صحيح. ففيها مراكز أحياء في جدة ومكة والطائف، أكثر من 77 مركز حي. لكن الحاجة وتحديدها طبعا لا شك أنه إحنا كجمعية مثل يعني بعض الجمعيات نعتمد بعد الله على الرعاة. والآن الانتقال من الرعاية إلى الاستدامة الحمد لله الجمعية شغالة في هذا الموضوع، يعني شغل بفضل الله كبير، وعندنا الحمد لله مشاريع في هذا الاتجاه الاستدامة. لكن سأكون محدد في الموضوع نفسه. أيوة. نحن نحتاج لا شك في الميدان إلى مزيد من التنسيق والتكامل بيننا وبين الجهات الأخرى. فيه الحمد لله تنسيق مع الدفاع المدني، مع الهلال الأحمر، مع العمل التطوعي، مع جمعيات أخرى، بل أن الأمارة مشكورة اليوم يعني صار في لقاء معها وحددنا كثير من التكامل وصور الموجودة. طيب. بيننا وبينهم. لكن الموجود في الساحة يحتاج إلى عفوا يحتاج إلى مضخات سحب مثلا مياه، يحتاج إلى أيضا أن يكون مدرب، لأنه بعض المتطوعين. صحيح. عندنا برنامج سابق أعددنا فيه قيادات العمل التطوعي للأزمات والكوارث مع مؤسسة الملك خالد وموجودين، لكن الأمر يحتاج إلى عدد أكبر. طيب. وعندما يندفع أبنائنا وبناتنا إلى الساحة يحتاجوا إلى أن يكون عندهم كفاءات وقدرات، فالتدريب لا شك جزء منه، وضوح الآليات أيضا بين الجمعية كدور وبين بعض الجهات، هذا كله. طيب.
إن شاء الله يعني أستاذ حسن يعني الآن اليوم حسن ناقشناه وسنصل إن شاء الله تعالى لصيغة واضحة. إحنا إن شاء الله بننزل معاكم للميدان، الشباب في جدة بينزلون معاكم للميدان وخليهم ينتقدونكم من قريب أو يساعدونكم من قريب. شكرا لكم مهندس حسن الزهراني، وهذا واجب شبابنا وبناتنا أنهم يقومون بهذا الدور خصوصا في مثل هذه الأحداث. شكرا لك. شكرا لكم مبارك. أدى حادث لدغ ثعبان لطالبة في الصف الرابع بمدرسة طلحام الابتدائية التابعة لمحافظة ثار بمنطقة نجران إلى امتناع زميلاتها عن الذهاب إلى المدرسة رهبة من تكرار الحادث معهم، فيما طالب أولياء الأمور بضرورة توفير مبنى آمن للطالبات. قال أولياء أمور الطالبات إن بناتهم امتنعن عن الذهاب بعد اللدغة التي أصابت زميلتهم، حيث لا تزال تتلقى العلاج في مستشفى الولادة والأطفال بنجران. وأضاف ولي أمر الطالبة المصابة إن تلقى نبأ إصابة ابنته عن طريق أحد الأهالي اللي نقل الطالبة إلى مركز الرعاية الأولية بهجرة طلحام، ومن ثم أحيلت بإسعاف المركز إلى مستشفى ثار اللي أحالها لحظة وصولها إلى مستشفى الولادة والأطفال بنجران لخطورة حالتها. معي على الهاتف من نجران رجاء الله أو رجاء المعجبة عم الطفلة المصابة. هلا أخوي رجاء. هلا حياك الله أخوي، الله يحييك. الله يسلمك. أول شيء طمني على البنت، إن شاء الله أنها بخير. والله أبشرك الحمد لله طيبة، اليوم خرجت مساء من المستشفى والحمد لله حالتها طيبة يا بشر. اللهم لك الحمد. طيب هل صحيح أنه البنات اللي في المدرسة خايفين يجون للمدرسة؟ إيه والله ما أخفيك أخوي عبد الله، الطالبات متخوفين من حادثة اللدغ لأنها قد تكررت أكثر من مرة. تكررت؟ نعم عمرك. المبنى مستاجر ومتهالك ويفتقد أبسط وسائل السلامة أخوي عبد الله. طيب وقف هنا، أباك تعطيني عن المبنى، أو مو على المبنى أعتذر، بسألك عن الحادث كيف صار لبنتكم، وأي في أي مرحلة هي تدرس؟ والله الطالبة تدرس الصف الرابع الابتدائي أخوي عبد الله، هو في بداية تعد الاصطفاف للطابور الصباحي وقعت الحادثة حيث تعرضت للدغ أي المدرسة نفسها، حيث أن المدرسة مكشوفة لجميع الاستعابين والعقارب ومكشوفة. ولا فيه إسعافات أولية في المدرسة ولا شيء؟ ما فيه إسعافات أخوي، تم نقلها إلى المركز الصحي القريب من المدرسة. أقول هذه الصور اللي طالعة معنا على الهواء، هذه صور المدرسة؟ إيه نعم طالعة بأمرك، هذه صور المدرسة. ما أخفيك أخوي عبد الله أن فيه مشروع للمدارس منشأ من 9 سنوات أخوي عبد الله، وإلى الآن وهو ما استكمل، وراجعنا في نجران وراجعنا في الوزارة، هو يقولون أن المشروع متعثر ولا مشروع متكامل وزين، يعني لو قد أكمل على الوجه المطلوب خدم القرية أخوي، ومغطى من فوق وكامل ومجهز. أخوي رجاء والله إحنا حرصنا على وجودك عشان تطمن على بنتنا، هذا أهم شيء عندنا. أما الوزارة مع المباني عاد الله يكون بالعون، لكن والله كان هامني البنت وضعها الطبي والحمد لله أنها بصحة وسلامة، والله يطلعها إن شاء الله، يطلع البنات ذولا من هالمدرسة على خير إن شاء الله، يروحون للمبنى الجديد اللي وعدوكم فيه. كان معي رجاء المعجبة عم الطفلة المصابة بلدغ، والحمد لله هي بصحة وسلامة وطلعت البيت، اللهم لك الحمد. أظهرت دراسة حديثة أن معظم الرجال يفضلون الطعام اللي تعده والداتهم، الله يحفظ لكم أمهاتكم. وقال معدو الاستطلاع اللي شمل 2000 رجل من الأمهات يحضرن عادة وجبات تقليدية اللي زي هذه بأيديهن، ولا يعتمدن كثيرا على الأطعمة الجاهزة أو تلك التي تسخن بالمايكروويف، على عكس البنات الحديثات اللي يعني يجهزون الأكل بهالطريقة. نشاهد هذا التقرير ونرجع من ثاني، ويا رب نرجع البيت اليوم. أظهرت دراسة حديثة إلى أن معظم الرجال يفضلون الطعام الذي تعده والداتهم على طعام زوجاتهم، لأن ذاكرتهم وحاسة التذوق لديهم لا تزال تحتفظ بالمذاق الخاص لأكل الأم، فالشاب يعيش عمراً لا بأس به قبل زواجه في أكناف والديه. في بعض الأكلات صحيح بيفضلها من أيام والدته من وقت ما كان معاها، ودلوقتي لا، في طبعاً أكلات بيميزها من عندي.
بس يعني ايه الاسئله المحرجه دي؟ الله لك الوالده محتاج ما عليك كلام. كويسه الزوجه بس اكل الوالده ما يعلى عليه. دراسه مو صحيحه، لانه دائما لما اسوي اكل او اكله معينه دائما يمدح ويعني ويثني على الاكل اللي انا اسويه، يعني بصراحة يبالغ بالمدح، فاستغربت انه يقول كلام، يقول ان امه افضل من طبخي، ممكن مجاملة او عشان يطلع الهواء او شيء. يعني اكل الام من وانت صغير على اكل امك الليل ما تكبر، يعني تجي زوجتك بالاخير يعني تكون افضل من اكل امك؟ لا طبعا لا. ما تزوجت زين، بس صعبة صعبة، يعني احترم الزوجة المستقبلية لكن صعبة جدا. اكل الام يعني تربيني عليه من الصغر ونحن له مهما كان، مهما ابتعدنا نحن لأكل الأم. والله لا، أنا أفضل أكل الأم بكل صراحة، والزوجة ما في معنى، لكن إذا فضلتني بين الأم والزوجة الأم لا شك. وأسباب واضحة، لأن الأم مهما تكون يعني بيصير إن شاء الله طبخها أزين من الزوجة، ممكن تكون متنرفزة، ممكن تكون زعلانة، ممكن ضايقة ذاك اليوم، المقاضي ما هي متواجدة، لكن الأم لا يعلو عليها. وينتهي الأمر ما بين العادة والذوق، منهم من اعتاد على طعام والدته لا أكثر. أي كانت الأسباب، فعلى المرأة أن تعي جيدا أن أقرب طريقا لقلب الرجل معدته، فإذا كنت تواجهين هذه المشكلة فعليك بإيجاد حل سريع، وإلا بات زوجك رهين في مطبخ والدته. عبد المحسن التميمي، الإخبارية، لبرنامج الراصد، الرياض. طيب، للحديث عن هذا الموضوع معي مباشرة من جدة المستشارة الأسرية والنفسية دكتورة زهرة المعبي. أهلا يا دكتورة زهرة. يا هلا يا مرحبا، من زمان عنك يا دكتورة. أهليكم بالفقرة الجميلة الرائعة، ويسعدك، يسعد قلبك، ويسعد التقرير الجميل الرائع اللي انتو قدمتوه. والضيوف اللي انتو استضفتوهم حقيقة اتكلموا الحاجات اللي في نفسهم واللي في قلبهم وخاطرهم. يعني خلاص قفلوا لي الموضوع. اهم شيء يا دكتورة، اقول اهم شيء يا دكتورة انه انت، اهم شيء انه انت تقولي رايك عندنا صراحة. انا بسألك، ليش الازواج يفضلون اكل امهاتهم اكثر من زوجاتهم؟ يعني يمكن بعكسي. واحد قال الحنين ولا الشوق ولا والطعم والنكهة. اي والله، ولا الشجن اللي في احاسيسهم. يعني يوم يجوني انا الاخوان الكبار الله يخليهم ويديهم العافية، واعمل لهم طبيخ واعمل لهم شغلات زي اللي كانت تعملها الوالدة الله يرحمها. آمين. زي الخشاب حق الزبيب، زي صيادية، زي شغلة، زي يقولون شوفوا زي اكل امي. أخوي الكبير دمعته طيب، يقول هو في أكل زي أكل طعم زي أكل أمي. الله، يعني تصور، يعني حتى إيش ما بدأ، يعني مو عاد الزوجة، يعني فتحس إنه فعلا عندهم شجع. أولادنا بالذات ما أدري، يبغوا الإدام ويبغوا الغموس، يبغوا الشغلات هذه، ويبغوا المرقوق والجريج. لكن الزوجات هذه الأيام تبغى تتفنن، تعمل لك صينيات وشغلات ومدري وكذا، ويعملوا بعض الإضافات بناء على القنوات حق الأكل والمطبخ والشيفات وهذا. فهو الراجل ما يبغى التفنن، هو يبغى يشوف شخصية أمه أمامه. أيوة. متمثلة في الطبق اللي بتعمله زوجته. يعني بعدين صح، هو الطريق لقلب الرجل. أيوة. ومعدته. فلو بس هو، لو انه ايه والله انت بس قولي والله شجن ها. لكن اليوم اللي هو بيجي لزوجه البيت ويلاقيها ما طابخه، ممكن يطلع السوق وياكل، ولا يجيب اكل هو من برا. لكن لو عند امه، امه ما يهون عليها انها ما تطبخ. صحيح. تقوم وهي مريضه، تقوم الشابات الحين يا دكتوره وتطبخ ايش. ما يكون الدكتوره الشابات الان يفضلون الميكروويف، ويفضلون الاشياء اللي يعني مستعجله، والمطاعم، اي يعني الاكلات السريعه. نعم أي نعم. الشاب يبغى نعم. يجلس يتربع وينبسط. يعني شوف، انا اذكر الا والله صدق. اي نعم. وانا اذكر على سبيل المثال، يعني يوم كانت الوالده تطبخ وفي موجود البوتاغاز، لكن تعمل لنا شغلات اكلات كده مميزه بالكانون كده حقت، يعني كانونا في قلب العدو، كانوا يقعد الطبيخ من النهار، هي تحطه كده على الكانون في القدر، ويقعد خاصه الباميه، الحاجات اللي يبغى لها تسبيك
عشان يعني سبحان الله يتهيأ لأنه يكون أطعم وألذ وأرق كده وشيء يعني إحنا نتلذذ به، يعني تكون مريضة يكون يوم غسيل يكون مدري إلا ما تطبخ، لا يمكن نجي يوم البيت إن كان ما يكون طبخة لنا. يعني أمي كانت تمر بمرحلة الزهايمر الله يرحمها، الله يرحمه، وهي قاعدة تقول ودوني المطبخ إيش تسوي، تقول أبغى أروح أرمي على القدور عشان دحين عيالي بيجوا لازم أنا أطبخ لهم. يعني فين عيالها صاروا أجداد، كل واحد مزوج عيال وعياله مخلفين، بس تصور يعني الهاجس حق الأمهات والحنان والعاطفة والشجن اللي في قلبها والحنية إنها ما تفتكر إلا إنها تبغى تروح المطبخ تطبخ لهم، ما أحد يعني. وهو يوم اللي يجي يعني يوم الزيارة الأسبوعية يوم يجوا عندها شوف الأكل التفنن اللي هي تعمله. دكتورة الزوج هل يتأثر بأكل زوجته؟ يعني إذا كان الأكل مش ولا بد يتأثر؟ لا هو في الأول يجامل، أنا أقول لك في الأول يجامل يقول طيب وما أدري كده، لكن ولا يجي عليه وقت يقول لها لا هذا طعم هذا مطعم هذا ملح زايد هذا ناقص يا ريتك تسبكي يا ريتك ما أدري كذا يعني. وبالذات رجالنا يعني وصلوا لمرحلة إنه ما يبغوا أكل زي الغموس، غموس يموتوا في التغميس والإدامات بصراحة. إيه طيب دكتور سلامتك بسألك عن 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 أنت في العيادة ما جاء قضايا إنه 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 رجل قاعد يشتكي من زوجته لأن زوجته هذه ما قاعدة تطبخ كويس؟ لا في واحد جاني هو من ديرة وهي من ديرة فيقول هي ما تطبخ الأكل اللي أنا أحبه اللي تقول له أنا طيب أنا أطبخ الأكل اللي أمي عودتني عليه. هنا الرابط هي ما هي ذكية، شفت لو هي ذكية كانت تدور أمه صحيح. إيش يا خالتي ولا يا أمي صحيح. إيش يحب ولدك إيش الطبخ اللي يبغاه اللي إيش الأكل اللي يحبها، هذا المفروض يعني هي تتعلمه عشان ما يوصل إلى يوم اشتكي منها من هذه النقطة يقول هي ما تطبخ الأكل اللي أنا أحبه. يعني هو متعود على أكل معين تقول أنا ما أعرف مو أكلنا وما إحنا ما تعودنا عليه، تعودي عليه وتعلمي ولازم تسألي أمه تسألي عمته خالاته أخواته وتطبخي له الطبخ اللي هو يحبه. بس على رأسه على رأسه ليش كده يا دكتورة؟ عن طريق المعدة كمان حط 20 ريشة، هو صاحب البيت إن كان هو ما يأكل ويشبع ويتمتع مين نستناه جيعان ومهموم لين يروح بعد شهر ولا بعدين يطلع الديرة عند أمه وبعدين تطبخ له؟ لا بالعكس أي أكل يشتهيها لازم تعمله هي. افترض أمه جات ضيفة عنده جوله أهله من الديرة تطبخ له إيه؟ لازم تطبخ لهم الأكل اللي هم يحبوه اللي يبغوه، لأنه يقول لك كل اللي يعجبك كل اللي يعجبك مو أنا صحيح. أجبرهم على أكل هم طيب. ما يبغوه ولا يرغبوا نعم. فيه نعم. وشوف دحين ما شاء الله الآن بدأ الناس الاستثماريين يتفننوا في انهم يطبخوا طيب. طبخه كبيره طيب. هذا المدري ايه هذا طبعا انا ما ابغى اذكر اسماء عشان يقولوا تسوي دعايه. طيب يا دكتوره يعني اكلات اهل الباديه بيجيبوها صحيح. الان في كثير من المطاعم وبيعملوها وبيجيبوها يوم ما يكون عندهم عزايم. انا دائما انبسط الدكتوره في وجودك صراحتك دائما تزعل البنات بس الله يعطيك العافيه. الدكتوره زهره المعبي المستشاره الاسريه والنفسيه يعطيك العافيه، شكرا لك، لا تغيبين عنا بعيد. ها تنظم جمعية الثقافة والفنون في الرياض دورة المقامات الموسيقية الأساسية وتصويرها واشتقاقات السلالم، وتتضمن مقطوعات موسيقية وشرح وتحليل تداخل المقامات في التقاسيم وتطبيق قوالب السمعيات. نشاهد تقرير زميلي عبد المحسن التميمي وراجعين من ثاني. مستجيب للداعي دعوة
لغة عالمية ووسيلة رائعة للتعبير عن النفس وتغذية الروح والجسد. وهناك الكثير من العلماء الذين يؤكدون أن الموسيقى تلعب دورا في تغيير سلوك الإنسان وحصوله على الراحة. نظرة المجتمع ما تغيرت، يعني ممكن التنظيمات عملية إيقاف حفلات معينة في جدة أو في أبها، يعني النظرة أعتقد ما تغيرت. جمهور الطرب وبالذات الطرب الأصيل إحنا في السعودية هنا نتكلم عن مختلف الألوان، مختلف المناطق، كل مدينة لها فلكلورها، لها لونها، الناس تبغى تسمع الفلكلور هذا من خلال عمل موسيقي متكامل يقدم مع المزازيك مع الإيقاعات مع الفن. يعني إذا ذكرنا حفلات جدة أو أبها أو الطائف أو المدينة ما كان فيه، كانوا يستعينوا بالصالات الرياضية لاستقبال العدد الكبير من عشاق الفن. فنظرة المجتمع أعتقد ثابتة ما تغيرت، معظم المجتمع أعتبره بيميل للفن وبالذات الفن الأصيل والفن اللائق. يعني دراسة المقامات طبعا المحاضرات السابقة أخذنا مقام العجم. دورة المقامات الموسيقية التي تقام في جمعية الثقافة والفنون تعزز من ثقافة الموسيقى والفن العربي. وتأتي هذه الدورة ضمن أنشطة الجمعية التي يقدمها الموسيقي وحيد الأحمد. نأخذ السلم الآخر. اللي هو يرتكز على درجة المين. حماس وعدد كبير، يعني المجال ما كان يتسع للعدد الكبير، ولكن اتصالات كثيرة، مشتركين كثير ما قدروا يكملوا أو يشتركوا في الدورة لأنه العدد يعني محدود. فبالعكس الإقبال موجود، زي ما قلت لك أنه في اتصالات كثيرة تستفسر عن الدورة وتاريخها ورسومها، وهل حيكون في مختلف المناطق سواء بالرياض هل حيكون في دورة لتعليم المقامات الموسيقية أو يعني. بالعكس الإقبال موجود بالذات من فئة الشباب. دورة المقامات الموسيقية تستمر لمدة 4 أشهر وتهتم في تعليم المبتدئين في أهم الفنون الموسيقية. عبد المحسن التميمي، الإخبارية لبرنامج الراصد، الرياض. شكرا يا عبد المحسن على التقرير الجميل. مشاهدينا تدايم عين الراصد، راسلونا على وسائل التواصل الظاهرة أمامكم على الشاشة. شكرا لكم، شكرا لطيب المتابعة، إن شاء الله نكون من الأحياء، لنا موعد بكرة إن شاء الله بدون ما يزعل أحد. مع السلامة.